لكن قبل حديث عن اي اخبار، فالنهارده الحقيقه هيكون يوم مختلف وحلقه مختلفه، لان النهارده هو الحدث الاهم وهو انطلاق الدوره الثانيه من مهرجان العالمين، واللي بتستضيفه مدينه العالمين الجديده في الفتره من 11 يوليو الجاري وحتى 30 اغسطس المقبل، تحت شعار الكل اتكلم عنه في العام الماضي، وها هو يظهر من جديد في العام الحالي 2024، شعار العالم عالمين. حقيقه المهرجان ده انا شخصيا يعني كنت من سعداء الحظ اللي كنت حاضر في ايام منه في النسخه الاولى، والحقيقه الواحد في كل لحظه من اللحظات اللي كان بيبقى متواجد فيها هناك كان بيبقى فخور، كان بيبقى حاسس بشرف وحاسس بفخر قد ايه السحر اللي موجود في مدينه مصريه او مدينه عالميه على ارض مصريه. كل المنشات الحقيقه، ما احنا كمان لسه بنتكلم في يعني نواه او مدينه لسه بتستكمل ولسه بتستكمل فيها الانشاءات، فما بالك ان شاء الله في النسخه الثانيه في هذا العام، وايضا بعد كده في سنوات مقبله باذن الله هنشوفوا مدينه عالميه، او بالفعل بنشوف مدينه عالميه على ارض مصريه. اعتقد انها هتكون وجهه سياحيه لمختلف السياح من انحاء العالم. مهرجان بيقدم العديد من الفعاليات الفنيه والثقافيه والرياضيه اللي بتناسب جميع الاذواق. فعاليات رياضيه هتكون متواجده خلال فتره المهرجان، هيكون عندنا أكتر من حدث رياضي مميز زي بطولة كرة السلة، عندنا منافسات بادل، جودو، هيكون كمان في مباراة زي ما اتعملت في العام الماضي، هتتعمل أيضا مباراة جديدة ما بين أساطير الأهلي وأساطير نادي الزمالك في كرة القدم تحت شعار نبذ التعصب، وأكيد محتاجين ده جدا جدا ومحتاجين نأكد على هذه الفكرة خلال هذه الأيام. أيضا هيكون عندنا في بطولة كرة طائرة، باراموتور، بطولة أيضا للفنون القتالية الام ام اي، سباقات السيارات، ألعاب الطيران الشراعي، أنشطة ريد بول. وعشان كده القائمين على مهرجان العالمين بيهتموا بأدق التفاصيل، والجديد كمان هنشوفه في هذا العام أو في هذه النسخة هيكون في أنشطة رياضية كتيرة لذوي الهمم طوال أيام المهرجان، وده طبعا يعني دايما مصر بتأكد عليه، ودايما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيأكد على الاهتمام بذوي الهمم، فجميل كمان ان احنا نشوفهم في مهرجان العالمين الجديدة ونشوف كل هذه الفعاليات، غير طبعا الحفلات الفنية المعتادة اللي هتكون متواجدة في المسارح المختلفة في مدينة العالمين الجديدة. الحقيقة يعني دعوة مش بس لكل سائح في مختلف أنحاء العالم، لكن كمان لينا احنا كمصريين عشان نستمتع بالسحر ده ونستمتع بالشكل الرائع اللي بتظهر عليه مدينة العالمين الجديدة في صيف 2023 وفي صيف 2024، وإن شاء الله بعد كده في كل الأعوام المقبلة، ويكون عندنا أكتر من مدينة ويكون عندنا أكتر من وجهة سياحية. مش جديدة على مصر بالمناسبة، هي مش أول مدينة، لكنها أكيد لن تكون بإذن الله الأخيرة اللي تكون مقصد للسياح. ياما عندنا مدن صيف وشتاء في كل أنحاء العالم أو في كل كمان فصول السنة بتكون وجهة سياحية. إن شاء الله كل التوفيق لمهرجان العالم عالمين، وأكيد هنتابع كل الفعاليات الرياضية بالنسبة لنا احنا طبعا كأون تايم سبورتس، وأيضا هيكون هناك متابعة للفعاليات الثقافية والفنية على مدار المهرجان.